من الصغر أنا أحب الرسم، وكان عندي ميول فنية سواء بالمدرسة أو بالبيت. أحب أشتغل أي شيء له علاقة بالأعمال اليدوية. من 4 سنين اشتغلت بمجال تصميم الأكسسوارات، جت صدفة القصة وكملت. لما كملت شفت بإقبال على الشيء اللي قام أشتغله وكذا من قبل الناس اللي يعني تحب الأعمال اليدوية، فقررت أني أنطلق مشروعي الخاص، وصار لي تقريباً 4 سنين أشتغل به. من سنة افتتحت محلي الخاص وبلشت أشتغل كل الطلبات اللي تجيني عن طريق الإنترنت أو المعارف والأقارب. بدايات كانت من ضمن المنزل. أول ما اشتغلت أول 3 سنين كان بالبيت، أشتغل وأوصل طلبات أو مثلاً ممكن أنزلها محلات حسب المتاح. بعد فترة الحمد لله يعني قدرت أنه أفتح محل وبلشت أشتغل لحالي. هدفي من مشروعي هو أول شيء شغل وقت فراغ وممارسة عمل أنا أحبه. يعني أنا كحدا دارس رسم وبالأساس هي عندي إياها موهبة، أحب أي شيء له علاقة بالفن سواء الرسم أو صناعة أكسسوار. صناعة الأكسسوار هي نوع من أنواع الفن، بطريقة أخرى أنت ممكن تحاولين أسلوبك الفني لعمل ممكن حدا يلبسه ويتزين به. فهو اثنينات مرتبطات ببعض، سواء الفن اللي هو التشكيلي الرسم أو سواء صناعة قطع أكسسوار ممكن أي صبية تتزين بيها. عادي ممكن المرأة تشتغل من ضمن بيتها تحقق استقلال اقتصادي، وممكن أنه تكون بالسوق ما بمشكلة. يعني سواء هيك أو هيك هي راح تحصل استقلال اقتصادي، اكتفاء ذاتي، ممكن تساعد عائلتها إذا كانت متزوجة، ممكن تكفي حالها. يعني فالعمل بشكل عام إيجابي. وعندي وقت فراغ حبيت أشغله بشيء حلو إيجابي، يكون منتج، يكون فيه من وراء منفعة إلي ومنفعة ممكن لبنات صارن يشتغلن معاي بهذا المجال. يعني أنا من بعد ما بلشت مثلا أعطي بعض المحلات شغلي صرت بحاجة ليد عاملة معاي، فبلشت أشغل مثلا صديقاتي. إذا حدا مثلا في بعض بنات جن عندي وطلبن أنه يشتغلن فاشتغلن معاي. طبعا أول شيء يكون في فترة تدريب لأنه بدي أعلمهم شنو الشغل اللي قام أشتغله، شنو أساسياته، شلون نشتغل القطعة، شلون ننجزها. فتحاً مشاريع ممكن تكونين قدوة لغيرك حتى لو ما أشتغل معك، تمام؟ يعني حتى لو ما هن أشتغلن معاي وفتحاً مشاريع ممكن أنه أكون أنا قدوة لغيري. يعني بنت حبت الفكرة فنفذتها. عمل اليدوي دائماً معروف عنه أن يكون في إتقان أكثر من عمل الآلة، أو حتى مو إتقان، خلينا نقول جودة، لأنه الآلة ممكن تتقن عمل ولكن أحياناً يكون عمل تجاري. نحن شايفين أن السوق مليان أعمال تجارية، يعني في قطع تجارية مليانة. بالنسبة للتصاميم اللي أشتغلها، نحن أول بدايات كانت هي قطع أكسسوار الزينة اللي هي ممكن السنسال أو الحلق أو أي شيء ممكن أستخدمها بهاي القطعة. مثلاً كلهاية هي خيط مطاط، تمام، خيط سيليكون مطاط، تمام، وفي عنا الحلقات هذول الدواليب الألماس، في الخرز، في الريبر هو نوع من أنواع الجلديات المفرغة تجي، في منه ألوان عدة. ممكن أستخدم اللولو، تمام، في قطع تحلية اللي هي نجمل بها القطعة ممكن نضيفها، وطبعا في هذول اللي هنا عدة الشغل، يعني قطاعة، بانسات. الترند الشغلات اللي نازلة هي أنه تكتبين اسمك أنت على أي شيء، سواء على كوبك الخاص او سواء على بلاك انت لابستي. فالعالم صايره تحب الهدايا المميزه لها هي اللي باسمها. فاحيانا يجي الطلب انه مثلا في هاي القطعه هي موجوده بالسوق ولكن نحن مثلا نضيف لها الاسم بناء على طلب الزبون اللي جاي. فهاي نحن نشتغلها بالوان، تمام، بعد ما ناسس. احيانا ممكن نجيبهن نحن فخار او نجيبهن سيراميك حسب المتوفر، لان احيانا ممكن نلاقي القطعه ممكن ما نلاقيها. نأسسها، نلونها، وبعدين نعطيها طبقة لكر، بعدين نستخدم الألوان اللي هي خاصة بالزجاج أو الخاصة بالفخار حسب نوع الرسمة أو حسب شنو بدي أنا. هذول في إلهن مواد مختلفة، تمام، يعني في المادة الأساسية اللي نستخدمها بها هي هاي المادة المعدن، هاي نشحنها شحن.
موضوع مشاريع النساء وفكرة أنه المرأة يكون لها مشروع خاص، أنا بصراحة من الأشخاص اللي يدعمون هاي الفكرة، مو لأنه هو صح أو غلط، بس لأنه المرأة اليوم هي بحاجة للعمل، والعمل اللي يكون يعني ضمن بيئة سليمة وضمن شروط سليمة ما في منه حرج، يعني بالعكس عادي. كل ما كانت المرأة ممكنة اقتصاديا وممكنة ثقافيا رح تكون أقوى، رح تكون قادرة على إنشاء يعني عيلة مستقرة، جيل أحسن. الوضع الاقتصادي بمدينتنا ما أنه مستقر، وبشكل عام يعني اليوم أنت لما بدك تجيبين أي قطعة أو أي غرض بدك تضطرين تشحنينه من برا، لأنه ما في شيء مواد أولية نحن موجودة عندنا هنا بالمحافظة، فكله قام يتم شحنه من الخارج سواء من غير محافظات أو من غير دول. فهاي الصعوبات بتأخير ممكن الشحنات اللي ممكن أستناها ممكن تأخر شوي في إقبال على المشغولات اللي قام نشتغلها وفي طلبات، وهذا الشيء شجعني أنه أفتح محلي. المحل فكرته مو أنه بس تكونين ضمن السوق، هو أيسر بالتواصل مع الزبون. يعني أنت اليوم قام تسوقين على النت، نحن ما كنا نسوق على النت مشاكل التواصل بيننا وبين الزبون صعبة، إما بدنا نحط عند محل أو بدنا مثلا نحن يعني نروح نودي الطلب لمكان معين، نقطة التقاء معينة، فكان هاي صعبة. أما حاليا ضمن المحل خلاص أنت موجودة، الزبون اللي بده يوصيك حتى عن طريق الإنترنت هو يقدر يجي على المحل يعاين القطعة بعينه يشوفها على الواقع، لأنه أحيانا الطلبات على النت تكون مثلا أنت تشوفين القطعة شيء لما تروحين تلاقينها شيء ثاني. مجال العمل الخاص قليل ما شفنا مثلا خصوصا بمحافظتنا انه بنت او سيده تكون فاتحه مشروع له علاقه بالاكسسوري او له علاقه بتصميم الاكسسوارات بشكل عام. فحتى بالفترات اللي كان فيها مثلا حرب او كانت فترات مظلمه بتاريخ مدينتنا كان في شوي يعني قمع لعمل النساء، بعد فتره لا صارت الامور احسن، صرنا نشوف نساء بمجالات عديده مو بمشروع واحد، يعني ممكن تعددت، صرنا نشوف سيدات فتحن بكذا مكان مطعم او فتحن مثلا محل غير محل الاكسسوارات او محل خياطه او محل كوافيره، يعني ما ظل في تنميط لعمل المراه. حتى في نساء بلشن يقودن سيارات يعني يشتغلن عليها، يعني هاي المهم انه هي تعيل حالها تعيل اسرتها، ما تضطر انه هي تحتاج او تسال حد. فكره العمل اليدوي انه انت قام تحطين جزء من شخصيتك وذوقك وفنش بالقطعه، هين يكون القطعه محروفه ما تكون موجوده او مكرره. يعني اليوم انت لما تلبسين قطعه صناعه يدويه راح تكون هي مميزه لانه هي صممت خصيصا لك، انه انت على ذوقك طلبتيها او الصبيه حطت ذوقها بيها، فراح يكون مختلف عن الشيء التجاري. انا اول شيء كخديجه يعني عندي رضا داخلي عن نفسي، لانه القطعه انت لما تشتغلينها وتنجزينها تحسين بنوع من انواع الفخر انه انت قام تنتجين شيء كانسانه، يعني لانه الانسان بحاجه للشعور بالتقدير وبحاجه للشعور بانه هو قام ينجز. فهي الاعمال لما اشوفها يعني بين ايدي واشوف اقبال عليها احس جدا بالفخر. اللي عندها موهبه لازم تشتغل على تطوير موهبتها، الموهبه انت مسؤوله عن تنميتها، انت مسؤوله عن تطويرها، مسؤوله عن انه هاي الموهبه تتنمى وتصير في لها مثلا يعني توسيع، لانه الموهبه لما تكون موجوده عند الانسان هي تكون فطريه، ولكن زياده هاي الموهبه بالعمل المستمر بالبحث بالاطلاع، ولكن لما تشتغلين بحب يمكن هاي الشغلات هي اللي تخليك يعني دائما انت لما تحبين الشيء اللي قام تشتغلينه ما راح تحسين بالتعب. اليوم المشروع هو يمكن الحظ وصل لمرحله ممكن نقول عنه انه اول خطوات النجاح، ما انه ناجح، هي اول خطوات النجاح، ولكن سبقته كثير محاولات وسبقه مثلا كثير صعوبات. ما كان يعني مثل ما يقولون كن فيكون او هيك بلحظه صار، تمام؟ كان في لحظات يأس، كان في لحظات احباط، فهي هاي الامور انه يكون عندك اراده لحتى تكملي. يتوسع شغلي وينتشر بمناطق عده، يعني مو بس بمنطقتنا.